عم يشوفوه من النص، واذا من النص هذا يعرضه المواطن يعبر من هناك. يعني الحمد لله احنا كان عندنا جسر عسكري نعبر عليه، والسيارات يعني كانت على جانبي او على ضفتي النهر، كان ازدحام. الحمد لله اليوم اول يوم نعبر على السايد الجنوبي للجسر الرابع بعد ان تم صبه، وهذا يعني ان شاء الله قريبا راح يتم تبليطه وينفتح سايدين. العمل بالشمالي بالنسبة للرابع والجنوبي، سايد الجنوبي بالنسبة للخامس راح يكون أسهل، لأنه الجسور هاي كانت زاحفة واحتاجت وقت طويل وجهد كبير حتى يعيدوها المكانها، فما راح يطول السايد الآخر بالنسبة لهذا الجسر. والجسر الخامس مثل ما طول هذا السايد، لأن ما يحتاج عمليات تزحيف، فقط راح ينصبون سكلات ونجار ويخلون الحديد ويصبوه. فالحمد لله إن شاء الله إذا كمل عندنا الرابع والخامس والجسر الحديد الثاني إن شاء الله إحنا بخير، وهذا راح يتزامن. يعني إحنا يمكن في غضون الشهرين القادمة أو الثلاثة راح يكمل عندنا النفق مال شنحاريب، والمجسرات الأخرى راح تكون بالتقاطعات يعني تكمل. موصل جديدة أيضا وأبي تمام راح تكمل إن شاء الله قريبا، راح تصير مرونة كبيرة بالحركة داخل.